ولينضم إلينا الدكتور سمير زعطيطي الخبير الجيولوجي من بيروت. دكتور، لنفهم أكثر خريطة الزلازل في المغرب، وهل هذه الخريطة توضح لنا سبب وقوع هذه الهزة الأرضية القوية في هذه المنطقة تحديدا دكتور؟ نعم، هون أريد أن أعزي أهلنا في المغرب وأحيي الزملاء الجيولوجيين. عطفا على ما قاله الزميل، هناك نظرية تسمى نظرية الصفائح التكتونية التي ظهرت بمنتصف القرن الماضي، والتي تفسر ماذا يحدث على سطح الكرة الأرضية، خاصة النشاطات البركانية والزلزالية والتي مرتبطة ببعضها البعض. وهنا يعني المغرب يقع بالقرب من الحدود الصفيحة، حدود التقاء الصفيحة الأفريقية بالصفيحة الأوروبية. الخط الالتقاء هو بحري داخل البحر المتوسط، وهناك انزلاق للصفيحة، لجزء من الصفيحة الأفريقية تحت الصفيحة الأوروبية، وهذا يؤدي إلى نشاط زلزالي وبركاني. الآن نشوء الجبال نعم هو يحدث عند حدود الصفائح التكتونية المتطاحنة، كما نشوء الأودية العميقة جدا، يعني بمعنى كل المظاهر التي نراها على فتح القشرة الأرضية التي هي طبقات صخرية سميكة وقاسية، كل شيء تكسرات. علم التكتونية هو يعنى بالتكسرات والتشوهات التي تحدث لهذه الطبقة القشرة الأرضية القاسية والتي تتشقق وتتكسر عند حدود الصفائح. فالمغرب هو قريب من حدود الصفيحة، حدود الصفيحة الأفريقية الملتقية مع الصفيحة الأوروبية، فمن هنا النشاط الزلزالي يكون كبيرا بالقرب من هذه الحدود أو على طول الخط الموجود بين الصفيحتين، ويخف تدريجيا بالدخول إلى قلب الصفيحة الأفريقية، يخف وتكاد تنعدم النشاطات الزلزالية والبركانية. فمن هنا الوقاية من هذه يعني الآثار المدمرة لهذه الزلازل يكون بمعرفة أين توجد هذه الحدود، حدود التكتونية بين وحفظ سجل، كنا عم نسجل ماذا حدث على طول هذا القطع من زلازل، وبناء على هذه المعطيات والمعلومات نقوم ببناء المحصن ضد الهزات وتأثيراتها الهزة. نعم.